وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثير من الكفرة، فالكفار الذين بعث إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون باليوم الآخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالذي ينكر اليوم الآخر، ينكر البعث، كافر بالله عز وجل، الكفر المخرج من الملة، لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله ولرسوله بل لجميع الرسل، مكذب لما علم من الدين بالضرورة،